المغرب اول منتخب افريقي كيتاهل للدوزيام تور في المونديال في 86. هادشي كله شفتو في الفيديو. لازم المنتخب المغربي يحقق نفس النتيجه، بوركوا با يكون اول فريق افريقي كيفوز بكاس العالم ونسجلو حتى انا في الدي في دي. الي لو ماروك، الي لي ليون، الي مغرب مغرب مغرب. شارك المغرب الامل وتابع اسود الاطلس وهم يصنعون التاريخ في تصفيات كاس العالم 2010 فقط على ART سبورت.